عليكم ورحمة الله وبركاته. الأقصى تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء 26 أكتوبر من اليوم 21/10/2021. كشفت هيئة الأقصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غدا الخميس إلى الثلاثاء 26 أكتوبر، يعني فترة الطقس من 21 أكتوبر من الخميس لغاية 23، حيث يسوء الطقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حر على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على كافة الأنحاء. وتوقع سقوط أمطار خفيفة الخميس ويوم الجمعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20% تقريبا، ويكون الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. فعلا الجو ما بيبردش إلا بالليل خالص بعد الساعة 2 كده. وتصب شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الغربية على فترات متقطعة، فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال فترة من غدا الخميس 21 أكتوبر إلى الثلاثاء 26 أكتوبر 2021. الخميس 21 أكتوبر على القاهرة والوجه البحري 27 درجة والصغرى 19، على السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب الصعيد 35 والصغرى 21. أما الجمعة 22 أكتوبر القاهرة والوجه البحري 28 درجة والصغرى 19، السواحل الشمالية 27 والصغرى 20، والجنوب وعلى جنوب سيناء 30، زي ما هو زي اليوم اللي قبل الجمعة زي الخميس 29 درجة و19، وجنوب الصعيد 34 والصغرى 21. أما السبت على الوجه البحري 29 درجة والصغرى 19، السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 32 والصغرى 23، وعلى الشمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 23. يعني جو خريف لسه يا جماعة، هو بس بيبرد في الساعتين الأخرى من الليل. أما اليوم الحد 24 أكتوبر القاهرة الوجه البحري 29، 19 الصغرى، السواحل الشمالية 26 والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32. حتى بترتفع هنا أو ترتفع هنا على جنوب سيناء، كانت 30 في يوم الخميس والجمعة، بقت هنا 32 والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 ودرجة الحرارة 19 الصغرى، وعلى جنوب الصعيد 36 والصغرى 22. أما الاثنين 25 أكتوبر، الاثنين 25 أكتوبر على القاهرة الوجه البحري 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة و20 درجة الصغرى، وعلى جنوب سيناء 32 والصغرى 23، على شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 والصغرى 22. أما الثلاثاء 26 على القاهرة البحر والوجه البحري 28 الصغرى 19، والسواحل الشمالية 27 والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21. يبقى كده الجو هو الجو تقريبا زي النهاردة، زي النهاردة الخميس. بدأنا احنا في الخميس دلوقتي، انا بقرأ عادية الساعة 1 من الليل اللي هو صباح 21/10/2021، هو نفس الجو ان شاء الله، يعني الجو مستقر. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.